الجدية، مش بس استرعاء انتباه، الجدية في تعديل مسار التعليم في مصر. مسار التعليم في مصر أصبح مؤسف، ولكن والبداية إزاي في التعديل ده؟ النقاش البداية يجب أن تكون أولا مش بس التعليم الجامعي، إنما التعليم من الصغر، أول خطوات كيجي. الطفل الصغير. وده مش لا نستطيع أن ولا يصح نحن نتكلم عن اختراع العجلة، اخترعت ومجتمعات كتير بقى تقدمت، ومجتمعات نامية كثيرة تقدمت، فإحنا التجارب لا تنقصنا والأمثلة الجيدة لا تنقصنا، إذا نحن نستطيع أن احنا نعمل ده طالما أنه في كفاءات. واحد، اثنين، أصبح هناك وعي بأن وضع التعليم لا يمكن ولا يصح أن يستمر هكذا، وزي ما يعني مش هنتناقش في الألف به جيم بتاعت التعليم، أي لابد أن تعتني بالمدرس وبالمنهج وبالتلميذ، أركان العملية الثلاث، العملية كلها، وبالمبنى بالمدرسة نفسها وبكيفية الدراسة وبكيفية بناء شخصية الطفل وبكيفية أنك بتتيح له أنه يلعب في الرياضة في ملاعب، وتتيح له القراءة وتفهمه يعني إيه والدنيا. خد بالك الطفل